السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي حساب السياحة المذهلة. إن شاء الله بكون معكم اليوم في تغطية من اسطنبول بإذن الله، وإن شاء الله تكون أتشرف بمتابعتكم لتغطية يوم أمس على سنابي بنزل الآن في سناب الجاية، طبعا قبل ما تطير السنابات. الآن في منطقة أرتوكوي من أجمل المناطق الراقية في اسطنبول. من شارع الاستقلال في تقسيم رغم برودة الأجواء إلا أنه مزدحم.